صدام عربي خالص، ذلك الذي ستشهده الأراضي السعودية والتي ستكون شاهدة على المواجهة المنتظرة لبطلي دور أبطال إفريقيا وكأس الاتحاد الإفريقي. مدينة الطائف السعودية وملعب الملك فهد سيكونان قبلة لمحبي بطلي الموقع اتحاد العاصمة والأهلي المصري، اللذين سيدخلان رقعة التنافس من أجل الظفر بلقب السوبر الإفريقي، لقب يتطلع فريق سوستارا لكي يضاف لخزانة النادي الأسود والأحمر الذي كسر لعنة التتويجات القارية بنيله للقب كأس الكونفدرالية بعد سنوات من الترقب والانتظار. تطلعات قد تكون صعبة التجسيد أمام منافس متمرس يعد الأكثر تتويجاً بالقارة السمراء، وهو الذي تزخر خزائنه بمختلف الكؤوس والألقاب القارية، بداية بلقبي دور أبطال إفريقيا وكأس الكؤوس الإفريقية، مروراً بلقب كأس الاتحاد الإفريقي، وصولاً للقب السوبر القاري والذي يغرد فيه الأهلي بعيداً عن كل المنافسين بثمان تتويجات نالها المارد الأحمر على امتداد السنوات 22 الماضية من الألفية الجديدة. مباراة اتحاد العاصمة والأهلي المصري، وإن كانت الثالثة بسجلات المواجهات الرسمية للناديين والتي يتفوق فيها الفريق المصري على نظيره الجزائري بانتصار مقابل تعادل واحد، فإن تاريخ مواجهات زعيم إفريقيا مع أندية الكرة الجزائرية يعد بعديد المواجهات التي وصلت لتسعة عشر مباراة كاملة، فاز الأهلي بتسع منها وتعادل في ست، فيما كان الفوز حليف ممثلي الجزائر في أربع مناسبات فقط. تفوق تاريخي وأسبقية على الورق لن تكون بالتأكيد حائلا أمام رغبة أشبال المدرب عبد الحق بن شيخة، الذي سيبحث رفقة الاتحاد عن تكرار سيناريو نهضة بركان وقلب الطاولة في وجه الفريق المرشح الذي لم يسبق له تاريخيا خسارة السوبر الإفريقي كبطل لإفريقيا، فيما تعد الخسارة الوحيدة له بذات المنافسة أمام فريق وفاق سطيف بنسخة العام 2014.